فهمت فهمت. ايه يا ابني؟ ما حسيتش بدخولك، عايز ايه؟ ايه يا بنتي؟ انت مش دريانه باللي بيحصل في البلد؟ الانتخابات اللي هتنتصر لثوره 30 يونيو، ولا مش ناوي تنزلي تنقذي الثوره زي المره اللي فاتت؟ وهي فين الثوره دي اصلا؟ مش الثوره دي اللي بيحاولوا يثبتوا ان هي مؤامره؟ افهم من كلامك انك مش قادره تحددي اي حد من الاثنين المرشحين الموجودين؟ بالظبط صح، اصل الاثنين حلوين والاثنين فاهمين. هقولك انا هعمل ايه؟ انا هروح الانتخابات والعب في الورق حد بيدي. ماشي. وهما الاتنين مأيدين ثورة 30 يونيو وفضل الاعتصام. صح. وانا اصلا كده كده مش فاهمالهم برنامج معين. بص يا ستي، احنا ندعي ربنا ان يولي من يصلح الخير للبلد. انا عندي فكرة. ايه هي؟ هات ايدك. ادي ثورة 25 يناير. وادي ثورة 30 يونيو. وادي المشير السيسي. وادي حمدين. انت بقى هتختاري مين؟ هختارك انت.